بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في الدار البيضاء، فاجعة ألمت المغاربة والأسرة الكروية بشكل خاص. وفاة مصطفى في المقابلة ديال الرجاء، الحب والعشق ديالو لكرة القدم، في لحظة من اللحظات بغى الله هذا القضاء والقدر. مشاهدينا الكرام، معايا الشاهد في القضية اللي كان مع المرحوم من الأول حتى توفى. غادي نشوفوا معاه مجموعة من الحيتيات في الموضوع. خويا البركة في راسكم، شنو اللي وقع؟ شنو اللي وقع وكيفاش كان معاكم في القهوة تامات؟ راك عارف اخويا الاجواء ديال في الاحياء الشعبيه هنايا ضروري الرجاء هي المتنفس الوحيد ديالنا. كنتفرجوا في الكره، كنا جالسين في القهوه بحال ما كنتفرجوا مع ولد الدرب ديالنا، ماشي ولد الدرب ديالنا، الاخ ديالنا مصطفى في عمر ديالو 38 سنه، كيتفرج معنا في مقابله ديال الرجاء البيضاوي ضد النادر ضد فريق الاهلي. بحال ما هكا تسجل الهدف ديال الرجاء، ناض احتفل معنا عادي، احتفل معنا عادي، احتفل معنا وفرحانين وكنضحكوا مع الدراري. قرب يسالي الماتش، تبارك البيت ديال التعادل ديال فريق الاهلي، هو اللي ما هذيك اللحظه ما تقبلهاش، هو ما تقبلش ديك اللحظه حيت في الدقيقه الاخيره. ناض غوت مسكين ويعاود يريح في بلاصته، غوت ويريح في بلاصته، من ريح في البلاصه ديالو واحد شويه بغى يبداو بيلاتيات، ويقول لنا انا ما قادرش نكمل، غير ديوني للدار ما نقدرش. بحال ما كتم غادي في الطريق بشويه كتحس ماشي عادي، انسان ماشي عادي، ما بقاش عادي. غادي بحال ما كدخلناه للدار، غتشوفوا معايا وغتشوفوا المنزل ديالو، دخلناه جلسناه بحال ما هكا باش يشرب الماء، وقلنا لا ما قدرتش. الام ديالو كتشوف، قال لا بغى يمشي للسبيطار. وكيف ما كتعرفوا انتم انا المنطقه ديال المكانسه، المنطقه مهزوله، ما الطريق هنايا الا بغينا نعيطوا على الامبيلونس غتقدر تكلف ثلث ساعه باش غتجي. طلبنا واحد الاخ عنده موطور، ركب معاه واحد الدري ولد الدرب، داروه الوسط غادي بيه المستشفى ديال السقار. ما حطوه في المستشفى ديال السقار، مشاو يجيبوا لي قرعه ديال الماء من الحانوت، كيرجعوا كيتفاجئوا كيقولوا لهم راه السيد اللي جدتو راه البركه في راسكم. هذا هو السيد في العمر ديالو 38 سنه، هذا الشيء اللي بقى فينا، وبغينا نوصلوا هذه الرساله للاعب. هو كيموت على الرجاء البيضاوي، فاش كان توفى اللاعب الله يرحمه في النهار هذا زكريا الزروالي، كان مشى مسكين حتى البركان ومشى تمايا الجنازه ديالو، ومشى عاوتاني فاش توفات الام ديال محسن متولي، مشى ودري الله يعمر على دار، ما كينتمي لا لشي فصيله، لا ما عندوش مع المشاكل. هو اللي بغيناهم هما يتعاونوا معاه، هو راه عنده الام ديالو مسنة، وهو بوحدو اللي خدام على الدار، عنده جبنيات صغار والمراه ديالو تيما ما عمرها خدمات. بغينا دابا المحسنين واللعابه ديال الرجاء واللعابه ديال المغرب كامل والجاليه المغربيه والمحسنين تعاونوا مع العائله ديالو، حيت هما عائله ما يقدروش. اذا بغيتوا تجيو تشوفوا معايا السكن ديالو، قدر الله وما شاء فعل، هذا الشيء مقسم الله، الله يرحمه في النار. ايوب، انا لله وانا راجعون. كره صعيبه والحب والعشق ديالو للكره هذا يبقى امور اخرى، ولكن القضاء والقدر. غتجي الام ديالو غتكشف لكم، قالت لهم ديما كيجي عندها يقول انا واحد النهار غتقتلني الراجل، كيتاثر ما يرضاش تخسر. عشيش الكره دابا حنا في الاحياء الشعبيه المتنفس ديالنا الوحيد هو الكره، كتمشي للجامع تصلي، كتجي كتمشي تخدم، تجي كتسد نهار الحد باش تفرج في الراجل ولا تفرج في الوداد باش تضحك شويه وتضحك مع الصحاب، هذا هو المتنفس الوحيد اللي كاين. وحتى وكانت الصدمه اليوم، حنا ما همتناش خساره بالنسبه للكره، بحالنا الخساره اللي خسرنا الاخ ديالنا، وانا لله وانا اليه راجع. انا لله وانا راجع، هذا احسن الكلام. مشاهدينا الكرام، مجموعه من النقط في الموضوع اللي كتعلق بالاخ مصطفى الله يرحمه مسكين، والله العظيم لا يعجز اللسان عن الكلام، الحب والعشق ديالو لكرة القدم وبالضبط الفريق الرجاء البيضاوي. القضاء والقدر لا يناقش. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.